بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة مستر نور المعلومات سعيد أن أتواجد معكم في طرح حلقة تنويهية تكون جميلة ويجب أن تشاهدها. أولا قبل بدء في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نور المعلومات لا تنسى الاشتراك بها، تفعيل مع خاصية الجرس الرمادي ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، أي درس تتحدث عليه أو أي تطبيق سواء في هذه الحلقة أو حلقات سابقة تقوم بتحميل رابط التطبيق أسفل الفيديو من موقع مستر نور للمعلومات. بعد تحديثات الأندرويد الجديدة أصبحت الكثير من الناس تشاهد أمر غريب، بعض الشيء أنه يظهر معه هنا كاميرا باللون الأخضر ومن ثم تصبح تظهر نقطة خضراء هكذا، سواء استعمال الكاميرا أو استعمال الهاتف عندما يقوم شخص بالاتصال بك أو استعمال مسجل الصوت على هاتفك. وهذا أمر يعني تلاحظه أنت وتظن أنه أمر خطير بعض الشيء أو أنه أمر غير عادي، ولكن في الأمر يعني في الحقيقة هو أمر جميل وبه تستطيع أن تحمي هاتفك من الاختراق. يوجد الكثير من التطبيقات تقوم بهذا العمل، لقد تحدثت في حلقات سابقة عن تطبيقات تعطيك تنبيه أي شخص يقوم بالدخول إلى الكاميرا الخاصة بك أو استعمال يعني الميكروفون للتسجيل هكذا لتعرف نفسك هل أنت مخترق أم لا. ولكن في التحديثات الجديدة الخاصة بالأندرويد 11 و12 فما فوق أصبحت تظهر هذه الميزة تلقائية على هاتفك بدون أن تستعمل أي تطبيق. مثلا كما لاحظت مباشرة من أدخل إلى الكاميرا يعطيني زر الكاميرا ومن ثم تصبح نقطة خضراء هناك كما تلاحظ معي هنا بالنسبة لهذه النقطة الخضراء، مع أن الكاميرا الخاصة بهاتفك مفتوحة. نفس الشيء كما أخبرتكم إلى ريكورد صوت خاص به يعني تسجيل الصوت، انظر معي جيدا لا يظهر أي شيء، ما إن أضغط عليه بالتسجيل مباشرة يظهر ميكروفون باللون الأخضر ومن ثم تصبح نقطة تظهر هناك، انظر معي جيدا نقطة خضراء عليه. هكذا تعرف أن هاتفك يستعمل الميكروفون الخاص بك أو مسجل الصوت. حتى بالنسبة إلى يعني اللوكيشن عندما تضغط عليه ويبحث يعني تدخل إلى اللوكيشن الخاصة بهاتفك أيضا يقوم باستعمال يعني نقوم بإيقاف التسجيل فقط كما أخبرتكم. حتى على اللوكيشن وين تقوم بالبحث على اللوكيشن سوف يظهر معك زر الخاص باللوكيشن ونفس الشيء، يعني انظر معي جيدا أنه هنا يأتيك هكذا باللون الأخضر كما تلاحظ معنا. وين تقوم ب يعني البحث أو يعني التحديث مباشرة سوف تخرج لك زر الخاص باللوكيشن وأيضا أمامه نقطة خضراء. كما أخبرتكم بهذه الميزة أو بهذه الطريقة لا يستطيع أي شخص يقوم باختراقك. كيف ذلك؟ يعني لو قام ذلك الشخص باختراقك أو الدخول إلى هاتفك تستطيع أن تعرف أنه شخص يقوم بتصويرك بالكاميرا الخاصة بك دون علمك. يعني هي يعني يوجد تطبيقات كثيرة خاصة بالتجسس، الآن لو يكون يستعمل الكاميرا في الخفاء لكن تظهر معك أنت هنا نقطة خضراء، حتى ولو يعني الكاميرا غير يعني لا تلاحظ أن الكاميرا تعمل مباشرة تأتيك نقطة خضراء، فاعلم أن هاتفك يوجد به حالة يعني اختراق سواء على الميكروفون أو اللوكيشن أو على الكاميرا الخاص بك. بعد أن تلاحظ هذا الأمر وأنت تدري بأنك لا تستعمل لا اللوكيشن ولا الميكروفون ولا الكاميرا، أول شيء تقوم به تقوم بسحب يعني الهاتف من الأعلى من هنا مباشرة، تقوم بإيقاف يعني الواي فاي أو قاعدة البيانات الخاصة بهاتفك. هذا أول أمر تقوم باستعماله. بعدها مباشرة تدخل إلى هاتفك، تعرف أي تطبيق من التطبيقات يستغلك في هذا الأمر، أو تذهب إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك تكتب privacy وتبحث على التطبيقات والتطبيقات التي تريد أن تعطيها صلاحية استعمال الكاميرا والميكروفون، مثلا الواتساب الماسنجر الفيسبوك لأنك تقوم باستعمالها كثيرا تقوم بإعطائها صلاحية. أما بالنسبة للتطبيقات الأخرى التي لا تحتاج صلاحية تقوم بإيقافها. أخي الغالي، هذا هو الشرح الذي أردت أن أشرحه معكم اليوم، هو درس بسيط وتنويه لأن الكثير من الناس أصبحت تتشكك من تلك النقطة الخضراء التي تظهر على هاتفي. اليوم أصبحت تعرف ما أمر هذه النقطة. لو نالت إعجابك هذه الفكرة أو هذا الموضوع قم بنشره حتى تعمل فائدة بيننا. وكما أخبرتكم في أول الحلقة فضلا وليس أمر، لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعل مع خاصية الجرس الرمادي ليصلك كل ما هو جديد. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الليل الذي لا تضل وداه، وسوف نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع السلامة.